مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. مكملين معكم بسلسلة بي اتش بيجلاند، سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة ميدزيديو. لساتنا بالجي اي سيستم وبالأمراض التابعة له. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الغازات. هلأ بالنسبة ل من السيمتومز اللي حكيناها للإريتابل باول سيندروم، حكينا ممكن يصير في عندنا غازز. تمام، هلأ كيف بدي أعالج هاي الغازات؟ أول شيء في بعض النصائح اللي بدي أنصح فيها المريض بعيدا عن الأدوية حتى تخف عنده مشكلة الغازز والفلوتينج. أول شيء إنه يزيد من استهلاك الإنسوليوبل فايبرز. تمام، يتجنب انه ياكل الاشياء اللي فيها كثير هاي كربوهيدرات، يبعد شوي عن المشروبات الغازيه، يزيد من شرب المي تبعه، برضه كمان انه يزيد من حركته، يزيد من الرياضه، يمشي كل يوم. هاي كلها اشياء بتقلل لي من مشكله الغازز والفلوتينج. لما ياكل زي ما حكينا بالبدايه، ياكل على مهله، يكون مجزئ الوجبات، تكون منتظمة بمواعيدها بكمياتها. تمام، هاي كلها أشياء بتساعدني إنه أتخلص من عملية من مشكلة الغازات. أوكي، هلا بالنسبة للفارماكولوجيكال تريتمنت، في عنا تركيبة السيميثيكون. السيميثيكون هي تعتبر من أأمن التركيبات للحوامل، للأطفال، للمرضعات، يعني بتعطوها لأي حدا وانتو حاطين ايديكم ورجليكم ومي باردة. تمام، يعني هو كتير سيف يعتبر. اوكي، من الاسماء التجارية له في عنا الديفلات، بيجي على شكل تابلت وبيجي على شكل دروبز. في عنا كمان الدي جاز لنيروخ، وفي عنا الجازكس للدولية، برضو بيجي على شكل تابلت وعلى شكل دروبز. هلأ بالنسبة للدوز، في حال كان الطفل أقل من سنتين فبعطيه 10 دروبز 4 مرات باليوم. تمام، يعني الأربع مرات هدول بجزئهم بعد كل وجبة وقبل ما ينام الطفل بعطيه. تمام، إذا أقل من سنتين 10 دروبز 4 مرات باليوم، هدول الأربع مرات بعد كل وجبة وقبل النوم. أما بالنسبة للأطفال اللي بيكونوا بعمر من 2 إلى 12 سنة، فبنعطيهم 20 دروبس، اللي هي يعني ما يكافئ 1 مل، برضو 4 مرات باليوم. والأدلت بنعطيهم 1 تابلت 4 مرات باليوم. أوكي، بالنسبة للتابلت فهي بتكون تيوبل، مش إنه يبلعها المريض وإنما يمضغها. تمام، برضو من التركيبات اللي بتساعدني أتخلص من مشكلة الغازات، في عنا الشاركول اللي هو الفحم، موجود على شكل إيوكاربون، إيوكاربون لسختيان. بناخده لحتى 3 مرات باليوم، إما مع الأكل أو بعد الأكل. أوكي، بس ما بناخده قبل الأكل. تمام، هاي نقطة. نقطة ثانية، في حال كان المريض عم ياخد أدوية ثانية فنحاول نبعد بينها وبين اليوكاربون، لأنه هو رح يقلل لي من امتصاص هاي الأدوية. فأنا لازم أحكي للمريض في حال كنت عم تاخد أدوية ابعدها عن اليوكاربون. أوكي، بالنسبة للشاركول، فإني أعطيه لحوامل، إني أعطيه لمرضعات، ما في دراسات، ما في إيفيدنس، فصعب إني أوصفه لهاي الفئة من الناس، فخلينا يعني نكون بعيدين عنه ونستعيض بالسيميثيكون اللي حكينا هو سيف لهاي الفئة. هلأ برضو الإريتابل باول سيندروم، في عنا سبليمنت بتحللي من هاي المشكلة بعيدا عن التركيبات الكيميائية، زي الكولوان، زي الجودنس، زي الدايجست. هاي الأشياء يعني بيكون فيها غالبا أشياء طبيعية، مواد طبيعية مستخلصة من الطبيعة، بعيدة عن التركيبات الكيميائية والأدوية. في ناس بيرتاحوا عليهم، ولكن زيهم زي أي تركيبة، يعني التأثير تبعهم temporary، ما رح يحلوا لي المشكلة 100%. ففي مرضى بيحبوا يستخدموا ويلجأوا لهاي الأشياء، فحلو نكون عارفين أسمائهم ونبحث عنهم ونتوسع فيهم.
هيك بنكون خلصنا موضوع القولون العصبي الإيريتبل باول سيندروم. إن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة ومعلومات جديدة. يعطيكم ألف عافية.